مين مساعد كمين؟ كيفك؟ شو أخبارك؟ يا زلمة هالناس ليش عم تلبككم هيك ماني عرفان؟ أنا الحرامي مو جوزها. خدي أعطيني هالمونة. لك لا شو ماتت؟ الحمد لله عملنا لها العملية ونجحت وصارت منيحة. نجحت العملية؟ لكان الله لا يوفقك. لويش؟ لأنك قلتي بعد العملية مرتك ودها تموت، رحت اتجوزت واحدة ثانية. بس ليش هيك مبعد الرز عنا؟ الدكتور قال لي بعد عن الرز قد ما في. يا جماعة أنا جعت. جعتوا أنتوا شي؟ لا. جا على بالي هيك سندويشة بطيخ مبزة. أنت بطيخ بس مين قال؟ حبيبي هي اللي بتحطها بحنكك؟ شعلي. شباب يا شباب اليوم عازمكم على المطعم انا. شو حبيبي؟ عازمكم على المطعم. حبيبي خليك انت على الخبز اليابسه اللي بتبلها بالمجلة وتاكلها. لك الله يرحم ابوك لا تخلينا نحكي. لك شو فكرني ما معي مصاري؟ لك ما معي مصاري بشتري لك اذا بدك امريكا الجنوبيه. هلا انت طلع لي خلقي حبيبي انا معي اشتري الجنوبيه والشماليه. انا معي مصاري بشتري افريقيا من بابا لمحرابه. لك حبيبي حبيبي شو عم تقط شو تلاش شو تلاته مين لكم بدي بيع؟ ولا حد يدري يا هذا مصاري كذا ما بيجي له لا مرحبا اهلين عندك دخان شي سأل جاري اليوم اهلين عليك مرحبا اهلا وسهلا جارك عنده دخان شي بل ما في سيارات بالمدينة وش صار مع حمد يا بضاح
حمد يريد ياخذ سالفه، سالفه ما ارض يا خسه اعطيها لخالد. اعطيها لخالد ما اعطيها لخالد. قال ما عنده غير 300 راس غنم، هو وده 750 راس. وش السالفه؟ وش السالفه؟ ما ابو سيارات؟ سالفه ما ابو سيارات. سالفه قال تريد وضح سالفه بتعمق سالفه 750 لا 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 حقي لا عايز التاكسي. عايز التاكسي. هدي 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 فكر والمالك ما توقف يا زلمه. عشان ودنا نروح البرامكه. اي كم واحد انتم؟ احنا واحد سبعه عندنا يا رب. واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة. خمسة خمسة عيون الشيطان. تركبوا أربعة بركبكم. لا احنا خمسة. لا لو نركب أربعة. لا لا خلي أربعة. لا أربعة. لا اسمع 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 نلاقي حل. خيو وش نسوي؟ وش نسوي؟ اسمع 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 عندي فكرة. نطلع أربعة بالسيارة والخامس نربطه بالحبل ورا. اي والله اي والله فكرة. فكرة. نطلع أربعة معك ونربط واحد من ورا. زيتين الدنيا صيفية. الربط ورا. اي بالله الصيفية حر والواحد يبورد بالربطة. اسمع اطلع أنت. اطلع عني اطلع عني اطلع عني اطلع. انطينا حبله يلا انطينا حبله. اطلع 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 يلا نطلع. يلا حسين يا شباب يلا يلا نمشيها نمشيها. يلا وين حاطها الحبل؟ واللحن اللحق البرامجه الحبله. اسمع اللحق البرامجه وين الحبله؟ شوف وين هذا ما حد يطلع هنا. شوف احنا من دير الجوز تركوا. اي يلا 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 ربطوا. يلا يلا برودة جواع برودة بس ما يكون غالي هون غالي. لا تخاف يلا غالي هذا هون. يلا يا رب يلا. كيفكم يا شباب؟ لفوني سيجارة لفوني سيجارة. ليش عم بيعمص لي بعيونه؟ ايه اكون بدي افرمه شي شغله كمان. لا تخاف انت لا تخاف. هذا يلطش لك عالي واطي. بعد له بعد له خلي خلي يقطع بعد له. يلا يا جويعد يلا. شهير زفير شهير حبوس زفير شهير حبوس. بدك تسمع كلمتي. الملح بدك تلغيه من الاكل. المنبهات الشاي والقهوه بلاهم. زفير بعدين بدك تبطل لي دخان. ماشي دكتور. ماشي يلا معافى سلم على بابا. في دكتور اهلين مدام. اهلا وسهلا تفضلي. شكرا. يا هلا خير مدام امريني. الله يخليك دكتور. انا عندي مشكله بدك تساعدني بدك تشوف لي حل. شو المشكله مدام؟ عندي ابني طول النهار مقضي وقته بجنينة عم يلعب بالطين. يا مدام هذا امر عادي كل الاولاد بالعالم بيلعبوا بالطين. ليش قلقانه؟ يا دكتور المشكله انه مرته كمان قلقانه علي. يا زلمة ما تحط تحتك جريمة. لك ولا يهمك الطول هيك الطول. لأبو الليل. يا على راسي بوصل له اياهم. سلم لي عليه. على جميل راسي يا ابو جميل. بس شو هاد ما عرفت يعني مش عارف. ما في شيء. لا تكون شغله ممنوعه. لك لا شوية حشيشه. حشيشه؟ خود. لك شو بقى؟ خود الله يسترك لا تبلينا لك يا ابو جميل. ما فيهم شيء ما فيهم شيء. لك يا ابو
والله انا ما بشتغل هيك شغله. والله اسمع اخو دخل يطلع لنا شيء شرطي. حطهم بجيبتك ما حدا رح يشوفك. طيب تيسر روح انت روح انا بوصل له اياهم. السيارة اعطيني وراء السيارة وشهادة السواقة تبعك. يلا شو حشيش مع حشيش. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. قديش الانجاز؟ هات انجاز؟ لشو بدك يا للمربى؟ عندي شخص بلمش فهام بالمدينة عزيز على قلبي. هاي حقه 200 ليرة. لا والله ما هو عزيز كثير على قلبي. طلع كل شي معك بسرعة. ولك بسرعة أسرع. يا واد يا عوضين في ايه عاوز ايه؟ انت تعرف عنوان العمدة؟ عنوان العمدة؟ لا معرفوش. هو انت عاوز عنوان العمدة ليه؟ وانت مالك يا اخي؟ مالي؟ يا بورعي مالك؟ يا بورعي مالك يا اخوي؟ عاوز عنوان العمدة ليه؟ انا اهو بكتب رسالة للعمدة. رسالة للعمدة؟ ما انت ما بتعرفش تكتب خالص. اللي هو العمدة يعرف يقرأ؟ هزينا شو؟ صعب الدحلقة. هما احلاقة انظر واحلى بصير واحد يشوف حلو. هات حتى هاي هاي حطلنا لحسة معجون. والله حوينتو ساعتو جديد. خلاص خليه لسا بتتحملها يومين تانيان. تحملها ايسي معزقة تحمل اسبوع لسا. شو ها مين شعل الضوء هو؟ مين شعله؟ صرف كهرباء فاضي ليه؟ وقت الضوء الثاني كمان ليش مش عارفينه؟ بعزعة كبوا عملة ما شغلوا ضواوي بالنهار ما بدك هذا ضوء هذا ليش مش عارفينه بالنهار؟ هذا هدر طاقة. السرقة مو دافعين شي من جيبتكم. حكي له كهرباء أكثر من 4 ليرة ما بيحسوا شغلة مو طالعة من جيبتهم. شلون بيحسوا؟ حليش هالشغلة معهم لك لو انهم يفهموا ما كانوا يستوعبوها. هزوا لي بدني. ايه شو ها؟ شو ها؟ دبوس؟ لا 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 لهون وصلت معكم؟ دبوس بالارض هو؟ لك بتعرفي قديش عندنا الدبابيس؟ ها اكثر من 12 ليرة ما فيها يا دوب 200 دبوس. اسميهم على دبوس هون دبوس هون بعزة ليش؟ صرف المصاري يا ابو محمد بسرعة. شوفي المطبخ عم يحترق اتصلوا بالاطفائية. ايه ما عم يحترق المطبخ. عم يحترق. you
فيها. يلا يا ركان. مين فكر الباب؟ طب اوكي. ليه؟ على الشاخور. على لحظة نحن الموظفين. يعطيك العافية. دخيل عينك مان. يعطيك العافية. أهلين. يعطيك العافية. لا طب ما بصير يشحني هذاك من برا ولا بدي فوت على المشهد. عمار ما شاء الله انت من 5 4 3 2 هذاك ما صار عم بحكون الناس ما بدي فوت يا زلمه ابو الضحى من هنا تروح لك تروح لك تروح فايت عم بضحى فايت عم بضحى معي هذا عيوني لا تهكر يهمه. لو حكيت مو بس.